انا في نادي انا طرحت على العبارة بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الناس. وفقنا الله واياكم بما يحب الله سبحانه وتعالى. ندخل في المقرة التي بعدها بعد كلام الله سبحانه وتعالى كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الحديث الشريف باب وهذا من كتاب صحيح البخاري كتاب صحيح البخاري أول كتاب وهو كتاب الإيمان الباب 38. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينا فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سورة آل عمران الآية 55. الحديث 50 في كتاب صحيح البخاري. الحديث رقم 50 في كتاب صحيح البخاري من هذا الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأبد ربها وإذا تقاول الرعاة إبل البخل في الدنيا في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينا. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأ إذن مقتطعات الصحابة والكرام. تحت هذا العنوان الباب الأول باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله. كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء. كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء. كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء؟ وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس؟ 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 كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء. وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله؟ وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق؟ يبدأ الباب بهذا السؤال، والإجابة تكون خلال صفحات الكتاب في هذا الباب. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن الخصاصية رضي الله عنه، أخرج ابن عساكر عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني إلى الإسلام، ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت: نذير. قال: بل أنت بشير. قال: فأنزلني بالصفة، فكان إذا أتته هدية أشركنا فيها، وإذا أتته صدقة صرفها إلينا. فخرج ذات ليلة فتبعته، فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أصبتم خيرا مجيبا، وسبقكم شرا قويا. ثم التفت إلي فقال: من هذا؟ فقلت: بشير. فقال: أما ترضى إن أخذ الله سمعك وقلبك وبصرك إلى الإسلام من بين ربيعة الكرسي الذين يقولون أن لو جاءوا لأفلكت الأرض أهلها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما جاءك؟ قلت: خفت أن تنكب أو تصيبك هامة من هوام الأرض. الصحابة رضي الله عنهم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص. قال: ما جاء بك؟ قلت: خفت أن تنكب أو تصيبك هامة من هوام الأرض. لا محبة، محبة حقيقية زي ما سيدنا صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك يا أرحم الراحمين يا الله. وعنده أيضا الطبراني والبيهقي: يا بشير، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام من ربيعة قوم يرون أن لولاهم لأطفئت الأرض بمن عليها؟ كذا في المنتخب فذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن مع الفقرة الرابعة وهي أنوار الوحي. قد توقفنا في اللقاء السابق عند حرف من حروف كلمة الاستعادة، وهو ألف وصل كلمة الشيطان أو أعوذ بالله من الشيطان. نبدأ أولا بالمفتاح، مفتاح الفهم، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحمد
محمد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. ووفقنا إلى حقيقة معرفة القول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعرفة ألف وصل كلمة الشيطان في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي هي ألف كلمة الشيطان. تلك الألف هي ألف وصل في كلمة الاستعادة اختبار المستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم بعدما أعطاه الله سبحانه وتعالى مفاتيح الاستعادة به وحده سبحانه وتعالى وأعطاه الأعطاءات وجعله من أوليائه فهو يختبره الآن بأن يجعل بينه وبين الشيطان موعدا. فإن الله سبحانه وتعالى يختبر المخلوق بالشيطان فجعل للشيطان وصف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والعروق. والله سبحانه وتعالى حذرنا إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطى آدم